بصراحه ازاي اخلاق معاكي؟ اخلاق اخلاق، الكل يفكر في اخلاق لا مؤدبه ومالهاش دعوه بحد. من الكليه للبيت ولا كانت بتخرج لما كان في مهاجمات عليه في الشوارع من اصدقائه ومن ناس ما تعرفوش، وكانوا بيقابلوه ويقولوا له انت اللي حرضت، انت اللي عملت، انت اللي يعني معلش. طيب هقف هنا عشان بس في ناس كتير عندها خلط ما بين محمود. مصطفى بكري عن فيديو نيال اشرف بالمشرح الفلوس السبب. مصير نيال اشرف كيف ردت سلمى بهجت على تهديدات القاتل. السلام عليكم، لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاه على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. يطلع شهر بابني ويقول عليه اخواني، هل حد اداك الحق بهذا؟ في جروب دعارة يعني حاطط صور البنت المتعلمة اللي في الجامعة في اكونت دعارة. مصطفى بكري عن فيديو نيال اشرف بالمشرح الفلوس السبب. علق الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على تصوير ممرضة لجثة الطالبة الراحلة نيال اشرف التي قتلت على يد زميلها امام جامعة المنصورة، وقال مصطفى بكري: السوشيال ميديا كارثة وتسبب هوسا للمواطنين، وهو في اكثر من قيام ممرضة بتصوير نيال اشرف وهي جثة داخل المشرحة ونشرها من اجل ان تصبح ترند وتجمع الاموال بعد ذلك. واضاف مصطفى بكري خلال تصريحات تلفزيونية: اننا في حاجة لاصدار قانون لمواجهة السوشيال ميديا والاهانات والفضائح التي ترتكب وتؤثر على المواطنين في المنازل، ولفت إلى أن السبب الرئيسي في انتشار الجرائم بالمجتمع تكون بسبب المخدرات، وسبب الثاني السوشيال ميديا. وتابع مصطفى بكري أنه يجب أن يكون قوانين للحفاظ على القيم لمواجهة أي تجاوز، ويتم معاقبة من يخالف القانون. مصير نيال أشرف كيف ردت سلمى بهجت على تهديدات القاتل. اعترف المتهم اسلام محمد امام النيابه العامه المصريه بان ودد الضحيه سلمى بهجت بذات مصير الطالبه المنصوره والتي قتلت على يد زميلها ذبحا امام جامعتها قبل اسابيع، مؤكدا انها خافت من تهديده، ورغم ذلك رفضت الاستمرار في العلاقه. وكشف القاتل انه بدا بتهديدها بالقتل لو بقيت مصره على رايها، موضحا انها كانت تلين في مرات بسبب الخوف وتعود الحديث معه، لكنها سرعان ما تجدد رفضها. وبينما كان يهددها كانت ترد على تهديده بانها ستبلغ الشرطه ثم تطلب منه الابتعاد عنها. وفي احدى المرات ذكر انه استقل مركبه معها فنزلت منها لانها رفضت وجوده، وبعد الضغط عليها وعدته بان تبقى معه كي يطلق سراحها ثم غادرت. واضاف انه توعدها الى انها توقفت عن معاناته ايام الامتحانات لكي تتفادى شره، لانها كانت تعلم انها لن تعاود اللقاء به بعد تلك المده بحسب وسائل الاعلام المصريه. من صنعوا التعاطف مع قاتل نيرة قتلوا والاسباب. طالب يقتل زميلته ب17 طعنا لرفضها لتواطبه. الخبر الذي قراته على الصفحة ثم مررت به عليه مرور الكرامة، وكانها جريمة عادية رغم أنها في حقيقة الأمر ناقوسة خطرة يدق في أركان المجتمع، فهي الجريمة الثانية التي حدثت خلال فترة بسيطة وبنفس التفاصيل الموجعة عشنا دقة تفاصيلها مع طالبة المنصورة نيال أشرف التي شغلت رأي عامة، ما بين متعاطف مع المجن عليها ويطالب بالإعدام العلنية، وما بين متعاطف ومساند للجانية ويدعو لجمع أموال لتقديمها لأسرة القتيلة كدية للتخفيف حكم الإعدام الذي صدر. ليكون السؤال الذي يورق الأبدان: هل كان التعاطف مع القاتل هو أول دافع لكي يعيد آخر ارتكاب نفس الجريمة؟ وهل من دافعهم شركاء في الجريمة الجديدة؟ أسئلة كثيرة تداعت ولا بد من طرحها، ونحن نشاهد تكرار الجريمة بهذه الصورة، ونسأل هؤلاء الذين انقلبوا الدنيا من شرقها لغربها للدفاع عن قاتل شاهدناه بعيوننا من خلال الكاميرات وكان يرتكب جريمته على الهواء مباشرة غير عابئ، أنتم بررتم قتل فتاة صغيرة بطريقة وحشية وخضتم في عرضها على صفحات التواصل الاجتماعي ووصفتوها بأبشع الألفاظ، فهل ستدافعون عن القاتل الثاني وتخرج لتطلب تبرعات كما فعل بعضهم في جريمة نيال أشرف لكي يتم دفع كدية؟ وهل سيخرج علينا اتحاد المدافعين عن محمد عادل في اليونان لكي يهاجم أسرة الضحية الجديدة بنفس الألفاظ والدفاعات التي روجوا لها في قضية نيال أشرف؟ حبيبي كيوتلك زي نيرة إعلام يكشف تفاصيل منشور تحذيري لفتاة. علق الإعلامي تامر أمين على منشور أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتبه الموسيقي شادي نور بشأن التحذير لفتاة تدعى نور يريد حبيبها قتلها على غرار ما حدث مع سلمى بهجت ونيال أشرف. وقال أمين خلال تقديم برنامجه آخر النهار المذاع على فضائية النهار: شادي نور كتب على صفحته يحذر الفتاة ويقول في بنت اسمها نور، في شاب بدور عليها، إنها تاخد بالها من نفسها وما تنزلش من البيت لغاية ما نشوف القصة فيها إيه.
ووجه تامر أمين التحية لشادي نور لأنه بهذه الخطوة من الممكن أن يلحق جريمة قد تحدث، وعقب: أنا مبسوط أنه هو يعمل اللي عليه، لو هينقذ حياة واحدة في خطر عليهم عملت اللي عليك وبرافو يا شادي. وأضاف متسائلا: هي الحكاية بقت لعبة ولا إيه؟ إيه حكاية شبابنا ووط القتل بشكل يرعب؟ المفروض هذه الحوادث تخوف وتحزن ولا الناس تقلدها. قاتلوا طالبة الزقازيق قلت لسلمى وقعت نيرها ما أثرتش فيك، ردت: الموضوع ده مش هيخوفني. كشفت التحقيقات في قضية مقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الزقازيق التي قتلت على يد زميلها إسلام محمد تفاصيل ما أدلى به المتهمة من اعترافات أمام جهة التحقيق. وتواصل القاهرة 24 نشر نص التحقيقات قضية مقتل الطالبة سلمى بالزقازيق، حيث أمر المستشار حمد الصاوي النائب العام بإحالة إلى محكمة الجينات المتخصصة لاتهامه بقتل الطالبة سلمى بهجت عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وحددت جهة التحقيق جلسة 4 سبتمبر المقبل ولجلسات محاكمة المتهم. وقال المتهم بقتل سلمى بهجت في التحقيقات بعد سؤاله عن اسمه فأجاب: أنا بدأت أهدد سلمى أنها أقتلها لو هي بعدت عني، وكانت بتخاف ترجع كويسة معايا، لكن بترجع تاني ترفض استمرار علاقتنا، وفي مرة من المرات حضرت محاضرة في الجامعة، ورغم اني قلت لها ان المحاضرة مش مهمة، فتأكدت ان هي تتهرب مني، وفي اكتر من مرة بهددها فكانت بتهددني، انها تبلغ الكمين اللي في الشروق اللي جنب الجامعة. واكمل اسلام: قاتل سلمى بهجت طالبة الزقازيق، لما جت امتحانات الترم الثاني ليها، كانت بتيجي يا دوب على قد الامتحان وتمشي، وكانت بتسيرني في الكلام، ومش بتعاند معايا، عشان هي عارفة انها لما تخلص الامتحانات مش هتيجي تانية. وتاني يوم بعد اخر يوم في يوم الامتحانات، حصلت واقعة قتل نيرة فتاة المنصورة، فاتصلت بها وقلت لها: شفتي واقعة القتل اللي حصلت في المنصورة بتاعت نيرة، ما أثرتش فيكي. فقالت لي: ما تفتكرش ان الموضوع ده هيخوفني، ومش هتقدر تعمل معايا حاجة. انا قلت لها ان انت ليكي صور معايا وهنزلها وهخلي الناس تتكلم عنك، وساعتها قفلت السكة في وشي. بعد دفع الغرامة اخلاء سبيل المتهمين بتصوير فيديو جثمان نيرة اشرف، قرر المستشار محمد لبيب المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية إخلاء سبيل ممرضتين بمستشفى المنصورة التخصصي العام القديم، وأيضا معهم شاب، وذلك عقب سددهم مبلغا وقدره 70,000 جنيه لكل منهم قيمة الغرامة المالية والكفالة المستحقة، بعد أن أدانتهم الدائرة الأولى الجنائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية، وتمت معاقبتهم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50,000 جنيه لكل منهم و20,000 جنيه لإيقاف التنفيذ. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل سيتم إعدام محمد عادل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.